السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. هذا الفيديو إن شاء الله أخذ موعد وثائق وإيداع الملف جامعة القاضعيات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الآن استعملوا البوابة الرسمية اللي كنلقاو هنايا افي انسكريبسيون دي نوفو باشولي بوغ لاني انيفيرسيتير 2020-2021. لما كنفتح هذا الرابط راه كنوجدو كاين إعلان هام جدا وكاين اعلان اخر اللي كيحتوي على الوثائق. بالنسبه للاعلان هام جدا للطلبه الجدد، تسجيل بالموعد للسنه الجامعيه 2020-2021. سيتم اجراء عمليه تسجيل بالموعد. المرجو الحضور الى الكليه مرفوقين باستدعاء التسجيل النهائي الذي سيتضمن تاريخ وساعه موعد التسجيل. يمكن تحميل استدعاء عبر الرابط التالي على ابتداء من اليوم اللي هو 28 اكتوبر 2020. هلا بالنسبة للإعلان، هلا ينهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بمراكش إلى عين الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة 2019-2020 أن عملية التسجيل النهائي يعني الملف الورقي برسم السنة الجامعية 2020-2021 ستمتد من 2 نوفمبر إلى 5 نوفمبر 2020 ويومي 9 و10 نوفمبر 2020 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال حسب الموعد. وعلى الطلبة الراغبين في التسجيل الالتحاق بالكلية مرفوقين بالوثائق التالية. على بالنسبة للوثائق، على كاين وصل التسجيل القبلي بعد طبعه إجباريا عبر الرابط. على بالنسبة لكم نتوما كنتو ديجا درتو التسجيل القبلي، على يمكنكم طبع يمكنكم طبع التسجيل القبلي. على كاين استدعاء التسجيل النهائي بعد طبعه إجباريا عبر الرابط. على تلقى من الرابط، على يمكنكم هنا تدخلوا الرقم ديال المسار وتبعوا المراحل لاخذ لو رونديفو يعني موعد ايداع الملف. بعد كاينه شهاده البكالوريا الاصليه يعني لوريجينال ديال البكالوريا، كاين 4 نسخ من شهاده البكالوريا مصادق عليها، يعني 4 ديال لي كوبي ليغاليزي دو البكالوريا. كاين الملف الطبي على الملف اللي كتاخذوه من الثانويه، 3 نسخ من عقد ازدياد مستخرجه حديثا، 3 كوبي ديال لي زيكستري دو نيسونس وتكون حديثه ما يكون متعداش 3 شهور، على 3 نسخ من بطاقه التعريف الوطنيه مصدق عليها، 3 ديال لي كوبي ليغاليزي ديال سي ان، 6 صور التعريف وتكون ايضا حديثه. على التزام مصادق عليه يتم تحميله من الموقع الالكتروني للكليه. بالنسبه للتزام على لونغاجمون خصو يكونوا ليغاليزي، مطبوع خاص بالتغطية الصحية الإجبارية مصادق عليه للتحميل من الرابط. على بالنسبة للمطبوع ديال التغطية الصحية، على تدخلوا المعلومات ديالكم واستخرجوه من هذا الرابط. على يمكن التسجيل بالكلية الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بالمراكز التالية. على هنايا كديروا على فقط هنايا عطين إشارة للروافد يعني اللي يمكن لهم يتسجلوا مثلا في مسالك الدراسيه ديال القانون باللغه العربيه اللي هما هاد الروافد اللي هنايا، على القانون باللغه الفرنسيه هاد الروافد، العلوم الاقتصاديه والتدبير، العلوم السياسيه باللغه الفرنسيه. قالوا لنا محددين شنو هما الروافد اللي عندهم الحق يتسجلوا في هاد المسالك. على بالنسبه اللي ما دارش التسجيل القبلي، قالوا عليه بالتسجيل القبلي وطابع وصل ديال التسجيل لانه اجباري، هو نفس الشيء بالنسبه لاستدعاء ديال التسجيل يعني لي رونديفو. على يعطيكم التاريخ ويعطيكم الوقت ديال التسجيل النهائي يعني دفع الملف الورقي، عمليه التسجيل النهائي واللي غيكون من 2 حتى 5 ومن بعد من 9 حتى 10 نوفمبر يعني من 9 صباحا الى 3 بعد الزوال. على هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو، انا كنتمنى التوفيق للجميع. غادي نخلي لكم فقط الرابط ديال الكليه باش تشوفوا هاد الاعلانات بجوج، يعني الاعلان اللي هو هام اللي خصكم ضروري ديروا التحميل ديال الاستدعاء، زائد الوثائق اللي خصكم ضروري تجمعوا هاد الوثائق كلهم وعاد كتمشيو تدفعوهم بيان سيغ بالوصل ديال التسجيل القبلي واستدعاء هذه الايام. انا كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب بالفيديو، اذا كنتم من الزواج جدد ديروا اشتراك في القناه وتفعيل جرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.